القصف الإسرائيلي اللي صار امبارح من لبنان، من الشواطئ إذا بدنا نقول بين بترون وأنفة صوب سوريا، هطول هطول بصير هذا من هالمنطقة، لأنه بصير فوق الشام دغري فوق حمص، عطول بيقصوا من هالمنطقة هذه بيطلعوا من بعد. سبب برأيك امبارح القصف؟ بيضربوا عطول، بيضربوا بس يحسوا في شيء إيراني إجا جديد على ما سوريا بيقصفوا، معروفة هذه، والدفاعات السورية بترد عادة، بس اجمالا انه يعني الوضع خاصة نحن هلا بتموز، يعني ذكرى حرب تموز يلي قطعت على اللبنانيين، ويلي صح. برأيك حرب تموز هي خلقت زعامة حزب الله، يعني اعطته باور قوته؟ حزب الله من سنة 2000 صار هو الحزب الاقوى بالمنطقة. من سنة 2000 ولا انسحاب اسرائيلي ولا سنة 2000 كانت عم بتمهد؟ 2006 هي يلي كانت سنة 2000 واستكملت بال 2006 وكان يعني انتصار للمقاومة بالطريقة اللي طلعوا فيها الاسرائيلية بعد 33 يوم من تدمير. بس على كل حال انا ضد حزب الله اذا بيفتح حرب مع اسرائيل هلا. ليه؟ لانه ما بدنا ندمر بلدنا باش فينا نحمل. بس أنا مع حزب الله إذا إسرائيل هجمت على لبنان يقتلها، أنا معه بصير بحمل بارودي ومعه كمان، يعني بكل قوتي شو بقدر بعمل. لذلك أنا ضد أنه يغامر يعمل أي شيء من لبنان. بتقول خلاص صار لازم يصير في اتفاقية أو تطبيع أو أي شيء مثل ما صاير بين الأردن والإمارات وكل هيدي الدول؟ نحن ما فينا، لأنه نحن ما فينا نحكي بالصلح مع إسرائيل إلا ما الدول العربية كلها توافق أنه لبنان يتصالح مع إسرائيل. إذا الدول العربية ما وافقت ما فينا نصالح. نحن ما فينا نطلع من الجامعة العربية. شو بتقول الجامعة العربية بأكثريتها؟ أنه لبنان لازم يصالح إسرائيل، لازم يعمل هدنة، لازم يفعل اتفاقية الهدنة، نعملها. بس ولكن اتفاق البحري اللي نعمل مع إسرائيل هذا حدود، هذا ترسيم حدود بحرية. نحن منتصالح مع إسرائيل بالبحر، منختلف معها بالبر. شو المسخرة هاي؟ نحن اتفقنا مع إسرائيل، خلص رسمنا معها بالبحر، يعني ترسيم البري صار تكملة لا أكثر ولا أقل. عندك بعدين رح يصير برأيك؟ بيصير إذا بيكون في رئيس جمهورية يعني بيوثقوا فيه اللي عم تقاتلوا مع إسرائيل، وبيصير في ترسيم. عندك ترسيم الأهم، ترسيم البحري مع سوريا، بدك واحد مثل سليمان فرنجية يحكي مع سوريا تعمل ترسيم بحري بالنسبة للغاز. عندك ترسيم البري مع سوريا اللي في ضيعة مشتركة فيتين بعضهم، بدك واحد مثل سليمان فرنجية يكون رئيس جمهورية تعمل ترسيم بري مع سوريا وندفع على مزارع شبعة وتلك فرشوبة. بارح منطقة الغرج ضيعة الغجر أخذوها الإسرائيلية الشق العربي، ما حدا سأل عنه. برأيك إذا إجا سليمان فرنجية رح يعمل كل هول؟ بده يشتغل النهار. رح يعمل؟ بده يعمل. ولا رح يصير فيه مثل ميشيل عون وما يعمل شيء؟ منه لا هو ميشيل عون ولا ميشيل عون سليمان فرنجية. كل واحد له شخصيته، له طبيعته، كل واحد له فريقه، كل واحد له طريقة، يعني طريقة تعامله. برأيك لو سليمان فرنجية من 6 سنين وقتها رشح من قبل سعد الحرير، لو ما قبل يترشح كان ضمن لهلا رئاسة الجمهورية مع التيار الوطني الحر، وكان ضل مع التيار الوطني الحر متحالي؟ السيد حسن قال له انسحب، هو راح لعند جنرال عالبيت. بس هو أول شيء مشي بالترشح، مشي، اتصل فيه الحريري وقال له نحن مشينا فيك، وراح لعند ميشيل عون عالبيت كرمال شو تقول له انه راح يرشحهم؟ لا ما انا عم خبرك، راح قال له طيب اوكي اذا انت ما وصلت ما اسمح لي انا اوصل؟ قال له لا. قال له طيب اذا انت ما وصلت بالمره مين بيوصل؟ قال له ما حدا بيوصل. قال له طيب اوكي. اجى عم يفل سليمان فرنجية، اجى عم يوقف له ميشيل عون، جبران قاعد حده شد بايده خليه قاعد للجنرال ما خليه يظهر معه، انه خلص القصه ما فيها، انه نحن مشكلتنا المواطنين بنقتل بعضنا على مشي. الرئاسه اليوم خسرناها بالطائف، والصلاحيات كلها راحت بالطائف للحكومة مجتمعة، وإذا الحكومة اجتمعت من هجمة، وإذا ما عملت شغلة من هجمة، وإذا عملت شغلة من هجمة. اليوم ما في رئيس جمهورية، الحكومة لازم تجتمع وتمشي الحد الأدنى من الأمور. يعني أنا مع الرئيس مئاتي لأنه عم بيصرف الأعمال، بس إذا الرئيس مئاتي بكرة جاء له ضغوطات أو قالوا له اعتكف واعتكف، مين بيمشي البلد؟ مين بمشي البلد؟ طب رياض سلامة بكرة فالل، طب أي لعبة بكرة بتصير مالية
باخر الشهر تموز الحالي 2023 مين بيضمن كيف بصير الدولار؟ شو بصير؟ كيف بتأمنوا المعاشات؟ شو بينعمل؟ كيف بصير صيرفة ما صيرفة؟ أنا ما بعرف، بس عم أسألك كأنه كيف نحن وين رايحين؟ المغامرات عطول عنا مغامرات لموارنة، مش عم نعرف وين عم نروح. البلد بإيدنا كان كله، ما عدنا عم نغامر فيه، ما بعرف ليش يعني، أنا ما بعرف ليش يعني الحقيقة. طيب فرنسا ونائل الشاب الجزائري اللي تقوص من شرطة فرنسي، كيف شفت هيدا؟ أول شيء شفت بلبنان مجموعة عنصريين متعصبين بلبنان، ما بيفهموا، ما عرفوا، ما فهموا شيء من القصة. ناس هن ضد فرنسا لأنه بدوا فرنجية، بس مع فرنسا لأنه ضد، لأنه مع الشرطي اللي قتل نائل ما بعرف شو اسمه الله يرحمه. يعني تعصب وتطرف، واللي عم يسبوا فرنسا لأنه، واللي مع فرنسا صاروا ضدها لأنه شو اسمه قتل شاب، شرطي قتل شاب اسمه في، يعني ما عم بفهم شغلي. في أجواء عطول شمالي أفريقيا، شمالي شرق أفريقيا، العرب اللي راحوا هاو كانوا مستعمرين من الفرنساوية، يبدو أنه عندهم، ما بعرف، يبدو عندهم حقد على الفرنساوية وعلى أوروبية، على إيطاليا وفرنسا وإلى ما هنالك بلجيكا، راحوا لهونيك لا تزال عندهم هذه المشكلة، ما قدروا اندمجوا بالجو. هيدا في قسم قليل منهم اندمج، والقسم الأكثر ما قدر اندمج. بفرنسا عندهم ديمقراطية تختلف عن غيرها، غير الإنجليز. الفرنساوية والتليان ودول أوروبا باستثناء بريطانيا انسحبوا بالقوة من مناطق الانتداب، أما البريطانيين انسحبوا على رواق. بتشوف كل دول كومنولث كلها لا تزال مع بريطانيا. في ناس بتعرف تعمل انتداب، ناس ما بتعرف. الفرنساوية لا يزالوا هن بعلك بصراحة يعني المناطق الكاثوليكية قلبت مدنية، ما مشيوا مع الإسلام، ما مشيوا مع الإسلام، من هيك خسروا، من هيك صار في مشاكل بفرنسا. أنا مع أنه ترجع فرنسا لفرنسا فرنسا دي جول، وفرنسا قبل جاك شيراك وقبل فرانسوا ميتيران، وقال ما بتقدر تستمر بضل فيها مشاكل. كيف يعني ترجع مثل قبل؟ ترجع جمهورية الخامسة الحقيقية، مش جمهورية المثليين، مش جمهورية بيجبروا الأطفال يقولوا له غير جنسك وغير شو بدك فيه للطفل انت خيامول. بس شو خاصها بالسياسة؟ لا هيدي فرنسا، هيدي الميوعة بفرنسا، أنا ضدها وضد أوروبا كلها وضد أمريكا بهالموضوع، لأنه أنا زلمي شفتها هاي بتأثر كتير على المجتمع وعلى العقل وعلى كل شيء. هذه دخلتها كتير بالسياسة، لأنه طائفة المليار مثلي ما فيك تفرضها بالقوة، اللي بده يكون هيك أو جيناته هيك أو كل شيء هو هيك هو حر، بس أنت تروح تفرض على المدارس هذا الشيء، طفل عمره 5 سنين تحضره سكس وكذا، شو هذا؟ هذا أو بنت أو صبي تقولون أنت خلقت إنسان، ما فيك بقى لك حق تعمل صبي البنت إلا هيك، والصبي تقوله لك حق تعمل بنت، أو بدك تخاطب الناس تقولون يا ناس، ما بقى فيك تقولون سيداتي سادتي. هذه الأمور كلها بتأثر على المجتمع، وهذه اللي خلت أنه الضواحي الفرنسية قد ما قدم لساركوزي وأولوند وجاك شيراك وميتيران، قد ما دعموها وقد ما فتحوا هجرة لألون وقد ما ساعدوهم، لن يندمجوا برأيي أنا بالمجتمع الفرنسي. ولذلك هالأزمات سوف تستمر في فرنسا. بس ما فهمت الرابط اللي عملته بين المثليين وبين الجزائر وفرنسا. من ضمن الأسباب هي اللي بيرفضها الإسلام كدين، إنما نحن المسيحية ما بيجوا صوبة، بيقول لك حرين بحالهم. هيدي عم قل لك هيدي من أحد الأسباب اللي بعدهم عن بعضهم. بيرجع في عندك، قلت لك الانتداب اللي رايحين لهونيك بعقلية إنه نحن كان عنا الأندلس بإسبانيا. كمان هيدي في أخطاء تاريخية ما تصلحت بفرنسا بأوروبا، بس صلحت ببريطانيا. بتحس إنه لقدام رح يكون في مشاكل أكبر بكتير بفرنسا؟ حس أنه قدموا هدية كتير لليمين،
الفرنسي مثل ما طلعت جوليانو بجولياني بإيطاليا، طالعة مارين لوبان يمكن تطلع بفرنسا، فرنساوي ما بقى ينتخبوا واحد يساري خلاص رايحين على اليمين متطرف أفضل تطلع. لا أنا ما عندي مشكلة، أنا ما خصني، بس أنا عم قلك أنه أني مثل ما عم يصرفوا هلأ الجاليات الجزائرية والمغربية، ما بعرف إذا المغربية كمان، عم يصرفوا بفرنسا هيك وبالجزائر قبل منا، وبعفوا بلجيكا وبسويسرا، رح يصير في ردة فعل ويطلع اليمين المتشدد يلي بيضيق عليهم وبيخليهم يفلوا، وبصير العودة بدل ما تكون من الشرق الأوسط إلى أوروبا بتصير العودة بالعكس. هل النازحين العرب على الدول الأوروبية رح بيكونوا سبب دمار أوروبا؟ لا، بيكونوا سبب عودتهم إلى بلدانهم العربية، ما فيهم يدمروا أوروبا. ما فيهم؟ لا ما فيهم، بعد الأكترية بعدها بإيد الأوروبية. ولاحقا بعد سنوات ما فيهم، خلص ما بقى فيهم يستمروا خلص. هلأ بوقفوا باب الهجرة، بيضايقوا عليهم كتير، الشرطة غالبا يكون فيها مغربية وجزائرية وتونسية بتبلش تخف، بصيروا يشيلون شوي شوي بدون ما يخلون يشتلقوا. أنا بعرف كيف بيشتغلوا الأجهزة، يعني إن كان عنا أو برا نفس الشيء، كلهم بيشتغلوا هيك، بالنتيجة بيشتغلوا مصلحة بلدهم. وهيدي الشغلة بتأثر عليهم لأنه بتضيق عليهم، بتخليهم يرجعوا على بلادهم. أخطأوا الجزائرية بفرنسا؟ أكيد، لأنه هاي البلاد فتحت لهم كل، يعني اللي ما عندهم إياه ببلادهم موجود بفرنسا، موجود بإيطاليا. بس ما هني كمان بيقولوا أنه فرنسا عملت مجازر عندهم وعملت كتير قصص. هلا إذا بدك تحاسب يعني اليابان اليوم مع أمريكا، شو بتقلها؟ طب النمسا احتلت روسيا، يعني احتلوا الأوكران، احتلوا بولندا، اليوم مع بعضهم متفقين، يعني بولونيا، يعني شو بدك؟ ما فيك بقى تضلك هيك، ما في. يعني السوري كان بلبنان وطلع، ألمانيا احتلت فرنسا، اليوم مجلس وزراء بفرنسا بيجوا وزراء ألمان بيحضروا. مش هيك بتقول أنه ربما يصير في تطبيع لأنه إسرائيل احتلت لبنان، واليوم معقول يصير في أي شيء؟ هل سوريا تطبيع مع إسرائيل صعب كتير. عندك فريق بلبنان ملوع من إسرائيل، هذا إسرائيل يعني بعد هلأ إسرائيل، يعني كانت تقول جولدا مائير أنه فرقة نشو لبنان، فرقة نوبة بتحتل وبتظهر. سوريا ولبنان رح يرجعوا على علاقات جيدة؟ ما فيهم ما يرجعوا. معقول يرجع السوري مثل قبل بلبنان يلعب دور أساسي؟ إن شاء الله ما يصير في مشاكل بالبلد، أنا بتمنى ما يرجع أكيد. بس إذا هو هيك كل ما يقوى السوري ببلده، كل ما يقوى جماعته بلبنان، لأنه هو عم يقوى مع الدول العربية مش عم يقوى وحده هالمرة. بتشد إيدك على إيد جبران بعودة النازحين السوريين؟ إيه أكيد، أنا معه بهالمجال، وهو جنرال عون وقت كان بالرابية كان السباق بهالموضوع، وجبران باسيل كان معه، كان السباقين وأنا كنت معه. حقاوي يعني؟ أنا بتعرفني أنا حقاوي أكيد. لا هذا الفضل لقلهم، هني أكتر ناس حكيوا وبعدهم عم يحكوا، عم يحكوا هلا فضل بترسيم الحدود لقلهم. بشو ترسيم الحدود؟ حزب الله مع إسرائيل. حزب الله، حزب الله أكيد. إذا حزب الله ما قال ما حدا بيسجل رسم، ما بيصير يمضي فخامة الرئيس. مضي في 38 مرة كلمة إسرائيل بالكونترا الاتفاقية المضى الرئيس ميشيل عون، مش حق عليه، بس هو بده يرضي قطر وفرنسا وشركات الغاز اللي اجت قعدت، ويرضي جبران. جبران حصته موجودة، الخلاف اليوم هو خلاف على الغاز بالبحر، لذلك ما بصير في مشكل. رح يستخرج الغاز؟ ما بعرف اذا ايامنا، ما بعرف، بس رح يجربوا بقالوا لي بلشوا يفتشوا، لانه قالون يعني نحن شو صار فينا بكريش، قالون 10 سنين الاسرائيليه بنقبوا، اجت بس اجت باخره امنا ايامتنا جاي الباخره على كريش، ما انه 10 سنين بيشتغلوا بكريش. ايام الرئيس امين جميل نعطيه حقه كان 29 و30 متر على شماله لراس النقوره، 1430 كيلومتر مربع معنا. هلا صار كريش مش معنا ونص قانا مش معنا، هلا انه 17% الاسرائيليه من حصه قانا، وهذا بنطلن هي قطر وفرنسا. وصلنا لختام حلقتنا، أنا بتشكر وجودك اليوم معنا المحلل السياسي والمحامي جوزيف أبو فاضل، على أمل أنه مرتجي وقت تطلع معي
تكون شوي في تحسن بينك وبين جبران، بركة بنبارك لك على الصلحة. أنا ما عندي مشكل شخصي مع جبران، هو عنده مشكل معي، أنا ما عندي مشكل معه. هو كل ما يطلع بيذكرني، أنا ما بذكره. كيف يقدر يراضيك؟ ما بدي يراضيني ولا إذا بده إذا بده ما في مشكلة أنا وياه، ما في إذا بده يراضيك كيف يراضيك؟ ما في مشكلة، هو صار ببيته وأنا ببيتي. كيف بيقدر يراضيك؟ ما بدي يراضيني، أنا مش زعلان منه. أوكي. فموضوع سياسي. بيراضيني يروح يعمل اتفاق، يجيبوا رئيس جمهورية مثل سليمان فرنجية، عشو مختلف وياه؟ شو في بينه وبين سليمان؟ مثلا عم بعطي مثل. كيف على انه في انا شو بقدمه باخر؟ شكرا لوجودك معنا، لقائنا بيجدد الاسبوع الجاي بحلقه جديده.